كده اللازق مكان السيراميك في الشاب. دي الغرفة الأولى، وهنا كده طبعا الكرتون اتفرش والشكاير هي بتعبي فيها الزبالة. الحاجات دي حطيناها في المطبخ. الكرتون خلص للريسبشن، وهنجيب ان شاء الله بكره تاني كرتون. مطبخ اهي. الاوضه التانيه اتشالت، وهنا بيشيل الاوضه التالته. نحط ميه على اللزق ده عشان يتشال، حاجه زي طبق زي الورق.